تكون في موعدها. اثنين، أي يوم وأي ليلة للمسلمين أعظم ليلة في السنة؟ أعظم ليلة في السنة ليلة القدر، أليس كذلك؟ خير من 1000 شهر، ليلة القدر بالنسبة للمسلمين خير من 1000 شهر، لكن لا عندنا فيها عطلة ولا هم يحزنون. ليش؟ ايش عندهم؟ قيام ليل، خلي يقيمون الليل. لا، ويتعمدون، يتعمدون في صبيحتها امتحانات للطلاب. ليش؟ علشان مو لازم يصلون الليل، لازم قيام ليل مو واجب، صاموا وخلاص. ليش تلزمون الأولاد بقيام الليل؟ طيب آبائهم اللي يبون يقضونهم للمدارس في الصباح ويدرسونهم بالليل أيضا مو لازم يصلون؟ الصلاة ليست واجبة. ليلة القدر ما في لا عطلة عندنا ولا اهتمام أصلا فيها، لكن ليلة رأس السنة الميلادية المرتبطة بغير ديننا أصلا، ويفترض أصلا ما فيها أصلا عطلة، لكنها ثبتت في موعدها للأسف. صياح من هنا واستنكار من هناك وكلمات شجب وبقالات كثيرة وأعضاء فضلاء في مجلس الأمة يتكلمون، ولكن انطلق الأمر وسبق السيف العدل وانتهى، الناس حجزت. ورح نعرف بعد قليل بعد الفاصل شو اللي يصير في ليلة رأس السنة الميلادية. ما رح أتكلم عن أمريكا وأوروبا، لن أتحدث عن روسيا وأستراليا، أنا سوف أتكلم عن دول عربية وللأسف بعض المدن الخليجية. ما الذي سيحصل فيها في ليلة رأس السنة الميلادية؟ ثم بعدها نضرب كفا بكف ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. نحن نؤمن أن لكل أمة عيد، فللمسلمين أعيادهم، وللنصارى أعيادهم، ولليهود أعيادهم، ولكل أمة منسك، ولكل أمة عيد. وغالبا الأعياد ترتبط بالشعائر الدينية، فهي أمور مقدسة عند كل أمة وملح. هذا غير مستغرب، لكن المستغرب أنك تجد المسلمين يحتفلون بأعياد المسيحيين مثلا، أو اليهود مثلا، أو المجوس مثلا. هذا هو الغريب. عمرك شفت واحد مثلا مسيحي أو نصراني في يوم الأضحى يمشي في الشارع وهو يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله؟ ما تشوف. لكن تشوف مسلم حاط شجرة كريسمس مليان ما شاء الله. يعني شنو الانهزام هذا اللي عندنا؟ ليش احنا نحتفل بدينهم وهم ما يحتفلون بديننا؟ بل حتى لو احتفلوا بديننا اصلا وبعيادنا، لا يحق لنا ان ندهن كما يدهنون. احنا لن نركز على هذه القضية، لكن حلقة اليوم راح اركز على ما يحصل في ليلة رأس السنة اللي هو بعد ليلتين من مجون وسكر وعربدة، من غروب شمس ليلة رأس السنة إلى طلوع الشمس. وللأسف في السنة الماضية دولة عربية أفريقية جلبت 5000 عاهر لإحياء ليالي أو ليلة رأس السنة الميلادية، من بعض القرى الفقيرة وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. قبل سنتين دولة عربية آسيوية حفل مصغر لطلبة وطالبات الجامعات من الهاي كلاس في إحدى الأماكن، ولو شئت لسميتها، لأني لو سميتها عرفت الدولة. حفلة ماجنة، عرات، خمور، سكر، حجة شنو؟ ليلة رأس السنة الميلادية، يباح فيها ما لا يباح في غيرها. والأمن كان متواجد، لكن ليش متواجد الأمن؟ أمن دولنا العربية ليش متواجد؟ عشان يحميهم، عشان ينظم هذه الحفلة، عشان يحميهم ممن يمنعهم. 700 طالب وطالبة، والإعلام ينشر هذا الخبر، ينشر هذا الخبر لا للاستنكار، ولكن عشان يتعود العرب والمسلمون على القدرات. يمكن للأسف تلقى في أمريكا وأوروبا ما يحصل ما يحصل عندنا في بعض الدول العربية، بل قهرا أقولها حتى الخليجية. مدينة خليجية يتوافد عليها مئات الآلاف عشان ليلة رأس السنة، ودور لك حجز، تروح هذه المدينة ما تحصل، من شهر وشهرين الناس حاجزين، الفنادق فل،
صالات الديسكوات رقص، وصلت بعض البطاقات لإحدى الصالات في هذه المدينة الخليجية، وللأسف $1,000 $1,000 ومغنين ومغنيات من كل أنحاء الدول العربية، بل بعض الصالات تحيا برقص عربي شرقي ورقص روسي، وعاشت الحرية. في دول عربية مسجد الأقصى مسلوب، العراق يذبحون، أفغانستان راحت، وبلادنا تنهب دولة دولة، وهم يستعمرون بلاد بلاد، ولن يرى أحد مثل المسلمين سكارى في ليلة رأس السنة الميلادية. أين الأمن؟ أين القوانين؟ أين الدين؟ أين العادات؟ أين التقاليد؟ الشيخ محمد هايف المطيري أمين تجمع ثوابت الأمة له رأي في هذا الموضوع. قبل أن نسترسل خلونا نسمع رأي تجمع أحد التجمعات السياسية الموجودة عندنا في الكويت، خلونا نأخذ رأي ثم نكمل حديثنا عن هذا الموضوع. نحن في برنامج بكل صراحة لا بد أن يكون الحديث بصراحة، فالحديث عن الحفلات وحفلات الميلاد وكذلك المراقص هذا موجود وهو مشاهد في بعض المطاعم وبعض الفنادق، ويبدو أن أهل أصحاب الفنادق والمطاعم علموا أن ليس هناك رقابة فأخذوا راحتهم في استمرار هذه الحفلات حتى قبل أعياد الميلاد، وقد أرسلنا بعض الأشخاص ليتأكد من هذه المعلومات، وفعلا هناك تأكيد على وجود مثل هذه الحفلات وهذه المخالفات الشرعية والمنكرات التي تخالف الشرع وكذلك القانون، فنحن في دولة ترفع شعار الإسلام وهي فعلا دولة مسلمة، ويجب أن يطبق القانون على هؤلاء ويمنعوا. المسؤولية تقع على وزارة الداخلية أولا، وتقع على الحكومة ككل أنها مسؤولة عن مثل هذا الوضع، وكذلك على أعضاء مجلس الأمة، يجب أن كونهم مراقبين لأداء الحكومة يجب أن يتطرقوا لمثل هذه المسألة ويحاسبوا وزارة الداخلية على تقصيرها في مثل هذه الحفلات. القصور ليس في القوانين، القوانين موجودة التي تحرم الخمور وتحرم وتمنع من دخولها البلاد، وكذلك القوانين في منع مثل الاختلاط السافر الذي يبيح هذا الاختلاط بهذه الملابس الفاضحة بهذا الرقص الماجن، هذا القوانين موجودة. ولكن القصور من جهتين، جهة تتحمل وزرة الحكومة وجهازها التنفيذي في وزارة الداخلية، القسم الثاني يتحمل كذلك أعضاء مجلس الأمة الذين يجب أن لا يقفوا مكتوف الأيدي عند هذه المنكرات. أما مجلس الأمة فإن شاء الله بإذن الله راح تكون لنا مداخلة مع أحد أعضاء مجلس الأمة في هذا الموضوع، لكن قبل أن نتحدث عن دور أعضاء مجلس الأمة في الكويت، وزارة الإعلام منعت إقامة الحفلات في الفنادق، لكن السؤال هل هؤلاء الشباب والبنات يبحثون عن الحفلات في الفنادق؟ أليست هناك منتجعات ومطاعم ومقاهي تحتفل في ليلة رأس السنة الميلادية عينك عينك، وتطفئ الأضواء ويحصل فيها أحيانا رقص من بعض الجمهور السكران للأسف؟ أليست هناك مخيمات وشاليهات يعرفها كل الناس، وليس الأمر بالمخفي وليس الأمر سرا، بل هناك مخيمات من الآن استعدادات كاملة لإحياء ليلة رأس السنة الميلادية، لأن يظهر أن ليلة رأس السنة خلاص ما في شيء اسمه حرام، ما في شيء اسمه ممنوع، ما في شيء اسمه عيب، بل اسألوا بعض رجال الداخلية عن عدد الفتيات المتغيبات في ليلة رأس السنة الميلادية والقضايا التي تسجل. نبي حنا نسأل وزارة الداخلية هل هناك قضايا تغيب فتيات في ليلة رأس السنة الميلادية؟ في كل السنوات الماضية ترتفع الأعداد في ليلة رأس السنة، وين يروحون الفتيات؟ يروحون يقرون قرآن ولا يروحون يزورون الجدات والأعمام؟ نعرف أين يحتفلنا ونعرف أين يذهبنا ونعرف المخيمات. هناك مخيم اليوم عندي علم بأن هناك مخيم مجهز 5 نجوم
في بار، في خمور، في منصة للرقص، أضواء الملونة، الدي جي، السماعات اللي تسمع كل المخيمات اللي حولها، بل هناك مخيمات فيها غرف نوم جاهزة، وفيها غرف نوم جاهزة لمن أراد أن يؤجر، بل بطاقات تحجز لدخول هذه المخيمات، عاهرات تجربنا من كل مكان. طيب إذا منعتم في الفنادق، وين دورنا في هذه المخيمات؟ أين رجال؟ أنا أعرف أن الداخلية تجتهد، لكن نريد اجتهادا أكبر، نريد أعدادا أضخم، نريد الأسر تنتبه لأولادها. نعرف أن هناك شاليهات والكل يعلم، لكن السؤال من يغذي هذه الشاليهات وهذه المخيمات في ليلة رأس السنة بزجاجات الخمر الفاخرة؟ من يغذيها؟ في الكويت عندنا ممنوع الخمر، حال حال بعض الدول الإسلامية، لكن السؤال من يدخل هذه الخمور وهذه الزجاجات ويملأها في هذه المخيمات وهذه الشاليهات وهذه الشقق؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال عندنا اتصال أظن. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية شيخ، حياك الله مصقر، تفضل أنت على الهواء. أول شيء أنا بدي مداخلتي بمعلومة بأن ترى الفنادق كلها فل عندنا بالكويت. بالكويت أنت تقول وزارة الإعلام قاعدة في تراخيص، صح؟ مو قاعدة في تراخيص، لأن ترخيص على شنو؟ على لما يكون فنان. الفنادق مو قاعدة في فنانين، قاعد تحط شنو؟ مسجلات. ففي تلاعب بالقانون معي؟ اي نعم، يعني ترخيص لازم تطلق، ومو يعني تقصدين شاشات واغاني اي يعني يحط لك دي جي وبالونات وصافير ويسكر الليتات الساعه 12. يغلقون الليتات؟ ما اسمع. يغلقون الليتات في الفنادق الساعه 12؟ اي يسكرون الليت الساعه 12. طيب شنو يصير اثناء الحفله؟ والله انا ما رحت الحفله، بس اللي اسمعه انه يحطون مسجلات نفس الشيء. هو الحين احنا مو مخالفين لان مو محتاجين ترخيص، المسجله ما لها ترخيص معي. نعم، متوفر عليهم مبلغ بعد. اي فيحطون دي جي ويحطون صفافير. نعم نعم، ويحطون هذا نفسه. هذا شنو؟ هذا احتفال؟ نعم هذا احتفال للاسف. صح صدقتي. اي الحين وزاره الاعلام مو عندها فكره ان هالليله هذه راح تصير ليله مشبوهه؟ ليش ما تصير رقابه؟ ليش تنط لما الناس يكلمون يلا تروح تفل؟ هي تدري هذه الليله مشبوهه، المفروض من الحين تستعد. أشكرك أم صقر، رسالة وصلت، وهذه رسالة إلى وزارة الإعلام. لا تنتظرون الناس تجي تبلغكم، وين مفتشينكم في هذه الليلة؟ يعني أنا أذكر بأحد المواضيع لما طرحناها وزارة الداخلية تقول بلغونا عن الأماكن المشبوهة وحنا نروح. طيب شنو دوركم؟ وين مباحثكم؟ حنا نبلغكم؟ يفترض أنتم تروحون تبحثون وتجسون النبض عن بعض المخيمات اللي راح تقام فيها حفلات، بعض الفنادق، بعض المطاعم المكشوفة، بعض المرات بعض المطاعم من تحت الطاولة خمور. طيب وين أنا عيوني في هذه الليلة؟ ليلة للأسف تنتشر فيها الشياطين، تبعث من جديد في هذه الليلة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. الشياطين تشارك الناس إحياء ليلة رأس السنة الميلادية، وللأسف شباب المسلمين وبنات المسلمين يشاركون الشياطين في هذه الليلة باحتفالات ماجنة، رقص، عربدة، سكر، حفلات داعرة، يظنون أن هذه الليلة يباح فيها كل شيء. عندنا غرائب من بعض المغنين والمغنيات، وكم يقبضون ثمن لإحيائهم هذه الليلة؟ هذا كله راح تسمعونه لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. دول العربية لو تدخلها في ليلة رأس السنة الميلادية تستغرب، أنت وين قاعد؟ أنت في دولة بشرق آسيا ولا دولة في أوروبا ولا دولة عربية؟ للأسف في بعض الدول العربية كل شارع تجد معلقين لوحة لمغنية أو مغني يدعوكم لإحياء ليلة رأس السنة الميلادية. حفلات ماجنة، رقص، بعض الفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات العاهرين والعاهرات، وصل سعرهم في ليلة رأس السنة الميلادية 100,000 دولار علشان ساعة ساعتين يغنيها، وبعضهم وصل 150,000 دولار. يا جماعة أموال المسلمين وقاعدة تروح. يا شعوب، يا عرب، يا مسلمين، نحتفل بليلة رأس السنة الميلادية بهذه الأمور القذرة؟ أصلا ما عندنا شيء اسمه ليلة رأس السنة الميلادية، ثم نحتفل فيها بهذا المجون وهذه القذارة؟ نرجع الكويت، عندنا نائب مجلس الأمة الكويتي، عضو مجلس الأمة الكويتي النائب علي العمير، وهو عضو في لجنة الظواهر السلبية.
حياك الله معنا أبو عاصم. حياك الله يا أهلا والله. الله يبارك, الله يبارك فيك أبو عاصم. أنت شايف الوضع والكويت الحمد لله يعني في منع لإقامة الحفلات, لكن كل سنة في هذا المنع ومع هذا تجاوزات في أكثر المقاهي والمخيمات والشاليهات حتى في بعض الفنادق. شنو دوركم كأعضاء مجلس أمة؟ أولا مساك الله بالخير, مساء الله الأخوة المشاهدين والأخوات بكل خير, ونهنئكم بعيد الأضحى المبارك, ونهنئك يا أبو علي ونقول لك حاج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله. الله يجزاك خير يا أبو عاصم, تفضل. الحقيقة أخوي أبو علي, المشكلة أن احنا في لجنة الظواهر السلبية لدينا ظواهر عديدة, من هذه الظواهر ما تفضلت فيه وهي ما يصاحب احتفالات رأس السنة من مشاكل عديدة, حتى أن المحققين أنفسهم المخاسر تبتلي بهذه الليلة من كثرة ما يراجع المخاسر من وللأسف المخمورين في هذه الليلة. ولو كان الهدف يؤدي إلى نوع من التعبد أو نوع من فعلا يعني إظهار شعائر إسلامية ترتبط بأمر معين لقلنا والله هذا الأمر يعني له مسوغة, لكن وللأسف يعني هذه الاحتفالات اللي ابتلينا فيها ومثل ما تفضلت ما تكثر المشاكل والمصائب والخروج عن الآداب العامة إلا في مثل هذه الليالي اللي احنا نحاول نقاومها في لجنة الظواهر السلبية. أبو عاصم عفوا, شنو الأشياء اللي راح تسوونها الآن من باب الوقاية عشان ما تصير هذه الحفلات؟ شنو تقدرون أنتم كأعضاء مجلس الأمة تسوونها؟ أول شيء أخوي احنا طلبنا وقدمنا طلب في جلسة مجلس الأمة الماضية أن لا يكون لها تمييز هذه الليلة بحيث أن تفرض لها يعني عطلة في نفس الموعد, قلنا العطلة ترحل حتى لا يرتبط الناس واحتفالاتهم تكون مرتبطة بهذا الموعد, هذا رقم واحد. رقم اثنين, الحقيقة شددنا مع الأخوة في وزارة الداخلية أن لابد من أن إذا في مظاهر سلبية وتخرج عن حدود الآداب العامة لابد من مقاومتها, ولابد أن فعلا المسؤولين في وزارة الداخلية كلهم جهد واضح في هذا الأمر. كذلك أخوي الفاضل, ما يتعلق بالرخص اللي تفضل فيه المغنين, احنا ابتلينا في يمكن قبل شهر بوجود فنانة جت وضربت في الشويخ ولا عندنا حرج أن نذكر اسمها نانسي عجرم, وأنا شخصيا في اليوم الثاني رحت كلمت وزير الإعلام قلت له كيف دخلت مطربة وتغني بمحل أو معرض وأنتم كوزارة إعلام ما عندكم علم, وين رغبتكم؟ قال إحنا ما دام ما بيع التذاكر ما لنا علاقة بهالموضوع هذا. وهالمشكلة حقيقة إحنا إذا كان وزارة الإعلام لا ليس لها مسؤولية, وكذلك وزارة التجارة ليس لها مسؤولية, وزارة الداخلية ليس لها مسؤولية, إذا مسؤول من المسؤول عن هذا السؤال؟ الفساد الموجود في من المسؤول أبو عاصم يعني على اللي قاعد يصير هذا في البلد؟ من المسؤول إذن؟ والله مسؤولية مشتركة أخوي فاضل, مسؤولية مشتركة, مسؤولية وزارة الإعلام تراقب هذه الأمور, مسؤولية وزارة التجارة في إعطاء الرخص لمثل هذه الحفلات, وزارة طال عمرك وزارة الشؤون من حيث المحلات اللي تعقد فيها مثل الحفلات هذه, مسؤولية وزارة الداخلية أن أي شيء خارج عن الآداب العامة أو مخالف القانون. الآن في قانون يمنع الرقص ويمنع الابتذال في البلد, فمن يطبق القانون ومن يراقب تطبيق القانون؟ لا شك أنها وزارة الداخلية مسؤولة أيضا بشكل مباشر عن هذه الأمور, وإحنا أيضا ما نعجل أنفسنا عن المسؤولية, وإحنا نوعدك يا أبو علي ونوعد السادة المشاهدين والأخوة والأخوات أن أي مظاهر يرونها غير لائقة لابد من إخبارنا, والله ما نستطيع بل ما نلحق من كثر المكالمات اللي تينا أحيانا. عفوا أبو عاصم, في طريقة للتواصل معاكم يعني لو واحد من الجمهور شاف شيء سيء يعني نعم. مثل واحدة اليوم أرسلت رسالة تقول لي أنا أشكرك, قمت أشوف ناس مخمورين, ناس سكارة, أشوف زجاجات خمر أحيانا في بعض الأماكن المنتجعات الرسمية حتى, شلون يوصلون لكم الناس؟ يوصلون سلمك الله, إحنا على كل حال هواتفنا وأماكننا يا أبو علي يعني ما تخفى إن شاء الله تعالى, ولا بد أن كل مواطن مرتبط يمكن على الأقل بعضوان أو ثلاثة أعضاء من مجلس الأمة يستطيع أن يوصل خبر لهم. بس تأكيدا لما قالت الأخت هذه, أنا اليوم مع بعض المحافظين أبو علي يتكلمون أن أكثر ما يأتينا من المخمورين والله بدون مبالغة أكثر ما يأتينا من المخمورين إنما هو في رأس السنة يعني صحيح. هذه المشكلة الحقيقة. طيب أنتوا الله يعينكم يعني كمحافظين في المخاطر وغير ذلك, إذا تجدون مثل هذه الظاهرة وتابعين أنتوا لوزير الداخلية مباشرة, الإدارة العامة للتحقيقات تتبع وزير الداخلية, لماذا إذا لا تكثف الجهود من أجل مقاومة هذا الشر؟ لأن البلاء ما يقع على المخمور نفسه, هذا إذا فقد عقله وغيب عقله في خمر وغيره من الخاسر, خاسر الوطن, الوطن قد يسبب حوادث وصارت جرائم أيضا اعتداء على بعض الأشخاص. النائب نعم. الفاضل علي العمير أبو عاصم عضو مجلس أمة الكويتي ولجنة الظواهر السلبية, أشكرك شكرا جزيلا وعساك على القوة. طبعا مثل ما سمعته والرجل قريب جدا من وزارة الداخلية وعنده إحصائيات ويعلم الواقع,
ولجنة الظواهر السلبية تعني بهذه الأمور، وإن شاء الله يوم من الأيام نحط لكم رقم خاص فاكس لهذه اللجنة المشكلة من بعض أعضاء مجلس الأمة. لكن القضية خطيرة يا جماعة، لما نتكلم عن حفلات رأس السنة مو القضية ناس قاعدة تغني وترقص، لا، قاعدين الناس تطلع سكارة، حوادث سيارات. إحدى المدن الخليجية يقول استنفار أمني في تلك الليلة، على بالي استنفار أمني علشان يمنعون الدعارة والرقص والخلاعة في هذه الليلة، طلع استنفار أمني علشان السكارة لما يطلعون لا يسببون حوادث للناس. طيب امنعوها من البداية، لكن للأسف ما هم كفوا يمنعون هذه الأشياء، لأنهم هم من يشتهي هذه الأمور، وكل إناء بما فيه ينضح. عندنا اتصال ثاني معنا الدكتور سعد. حلو، حياك الله. حياك الله دكتور سعد، انت على الهواء معنا، تفضل دكتور سعد. حياكم الله. حيوة يعني في موضوع ما يتعلق يعني في رأس السنة، اعتقد بان يعني هذه الاحتفالات وهذه الامور هي بعيدة في الواقع عن يعني عاداتنا وعن تقاليدنا يعني، وكذلك ايضا يعني هي مخالفة شرعية واضحة بالشريعة الإسلامية. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يوصي الأمة بأن تخالف اليهود والنصارى في كل شيء، ولذلك لا يجوز يعني من الناحية الشرعية أن يعني نقلد مثل هذه التصرفات وهذه الأعياد التي تسمى أعياد عند أهلها وعند أصحابها. ولهذا أقول بأننا نحن الآن نعيش للأسف الشديد يعني تقليد أعمى للغرب وما يحدث في الغرب من احتفالات ومن يعني فجور يصاحب هذه الاحتفالات. وينبغي في الواقع يعني على المخلصين وكذلك أجهزة الإعلام المختلفة، وأنا أشكر في الواقع يعني قناة الوطن على طرح مثل هذه المواضيع الجريئة، لأننا في الواقع يعني العالم المجتمع داخل الكويت وكذلك أيضا المجتمع. دكتور سعد، عفوا دكتور سعد، الآن المشكلة أن في الفنادق في منع، لكن الحفلات الآن قاعد تصير في أماكن خاصة مثل مخيمات. نعم، بعض رجال الداخلية يقول لك أنا ما عندي سلطة يعني ولا دش عليهم في المخيمات. لا، هو ليس في المخيمات، وأعتقد أيضا أن القانون صريح وواضح في مثل هذه الأمور. يعني كان في مثلا أعطيك مثال، يعني في قانون العقوبات في المادة 203 يعني نص على كل شخص أنشأ أو أدار محل للهجوم والدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إنشائه أو إدارته يعاقب بالحبس مدة تجاوز 7 سنوات وغرامة تتجاوز 7,000 دينار. يعني القانون واضح، ولكن للأسف هو يعني تفعيل القوانين يعني فيها نقص. يعني أنا لا أتهم أحد، ولكن أقول أن رجال الأمن يعني ينبغي زيادة الهمة في مثل هذه الأمور. يعني هم جزاهم الله خير يعني قاعد يقومون بالواجب، ولكن يعني لابد من زيادة الهمة في مثل هذه المواضع في مثل هذه المناسبات. يعني ولذلك أقول طيب. بأننا نحن الآن يعني القانون حتى الشرع يعني في قانون من جانب التعزير يعني يدخل في جانب التعزير. يعني الله عز وجل يقول لا تقربوا الزنا، نهى الله تبارك وتعالى عن الاقتراب وليس الإتيان. نعم، وهذا اللي يحصل الآن الحفلات للأسف، هذه فتح مجال كبير دعارة لخلاعة. أشكرك دكتور سعد العنزي، شكرا جزيلا على هذه الملاحظات والإفادة. لعل في اتصالات أيضا، أظن. ألو، منو معنا؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بداية أشكر الله عز وجل ثم تلفزيون الوطن ثم لفضيلتك على هذا البرنامج الطيب، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى وجعلناكم أمة وسطا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أخي قوعان أشكرك شكر جزيل على هذه المقدمة، دش في الموضوع لأن اتصالات وايدة والبرنامج وقته سريع. نعم. أبشر، حاضر. الرسالة الثانية بارك الله فيك إلى أصحاب الحفلات والمتعهدين عليها، كيف هو عذرهم لو أمسكت أرواحهم وقبضت وبعثوا يوم القيامة على هذه الحالة؟ السؤال الأخير بارك الله فيك، لماذا يحتفل المسلمون بأعياد الكفار ويقدرونهم وهم الكفار لا يحتفلون بأعيادنا ولا يقدروننا؟ ونشكرك بارك الله فيك على هذا البرنامج. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. عندنا اتصالات أيضا ولا نكمل؟ المشكلة الانهزامية اللي عند المسلمين اليوم، المشكلة مثل ما البعض يقول نبي نرفه عن نفسنا، ما يفهم معنى الترفيه، صار ما يفهم معنى الفرح والوناسة، صار عندنا خلط في المفاهيم. يعني مثل واحد من الأخوة اليوم يسأل سؤال أو كتب مقال في الجريدة يقول منعتونا من كل شيء، حتى حفلات رأس السنة منعتوها، خلونا يبوا الحفلات عندنا بالكويت عشان ما نسافر
إلى البلد الخليجي الفلاني أو البلد العربي الآسيوي الفلاني أو البلد العربي الأفريقي الفلاني عشان ما نسافر برا. خلوا الحفلات هنا عندنا، ذبحتونا، لا حفلات لا وأناسة لا، فإش حق نسافر حق الحفلات؟ يبوا الحفلات عندنا. إش حق نسافر حق العاهرات؟ يبوا العاهرات عندنا. إش حق نروح حق الدعارة؟ فتحوا الدعارة عندنا. إش حق نروح ناخذ إيدز من برا؟ خلوا الإيدز محلي عندنا. خلوا الجرائم عندنا، إش حق الجرائم تصير برا؟ يا أخي إذا أنت فطرتك فاسدة، ترى الحمد لله المجتمع نظيف، الحمد لله، وإن كانت فيها بقع بعض البقع السوداء إلا أن الثوب لا زال رغما عن أنوف. لعلكم عرفتم الآن لما الإصرار على أن تبقى ليلة رأس السنة الميلادية الوحيدة من بين جميع العطل في وقتها، لأن الليلة ليست كغيرها من الليالي، لأن ما يحصل في تلك الليلة لا يحصل في غيرها من الليالي. ليست هناك عبادة مشروعة في تلك الليلة ولا ذكر مخصص، لكن الواحد منا في قلبه يستغفر الله جل وعلا وبلسانه مما تفعل فئام من هذه الأمة، مئات الآلاف يحيون هذه الليلة، طرب، غناء، قبلات أمام الناس، ملابس فاحشة، صديق يخرج مع صديقاته، رقص عاري، أموال تبذل، خمور تشرب، حفلات تقام، الشياطين تعيش مع أقرانها من الإنس. ليلة للأسف صارت ليلة سوداء في جبين هذه الأمة. في مثل هذه الليلة سوف يحصل ما يحصل، ولكن رسالة نوجهها إلى رجال الداخلية الغيورين، وأنا أعرف في عهد هذا الوزير الاجتهاد أكبر بكثير والحماس أكبر للقضاء على كل الفساد في هذا البلد، وأوجه رسالة شكر على كل رجال الداخلية الغيورين على أمن البلد، على أخلاق البلد، على تطبيق القوانين، وأنا أعرف أن أكثرهم مساكين ما عندهم كل الإمكانيات للقضاء على كل الفساد، العدد ربما يكون قليلا، ربما بعض الأجهزة لا تتوفر، وربما الإمكانيات قليلة، ولكن أوجه رسالة شكر إلى كل رجل غيور في وزارة الداخلية يعمل بإخلاص لحماية البلد وأهلها. رسالة أخرى إلى الإعلام، أن يتقوا الله عز وجل في شباب المسلمين، في بنات المسلمين، في المراهقين والمراهقات، فإن رسائل اليوم، رسائل الدعوات لإقامة حفلات غنائية في مدن عربية وخليجية للأسف قد ملأت القنوات الفضائية، ودعوة للعهر وبإغراء للأسف لأولاد وشباب مراهقين ومراهقات، وحدث ولا حرج عن هذا العهر الإعلامي الذي يبث في القنوات الفضائية. معنا اتصال. ألو. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. الله يحفظك. من ويانا؟ أخوك نواف العنزي. حياك الله أخو نواف، تفضل. الله يطول عمرك. اختصر في نواف. بغيت أعرف إن شغلة أنا عارفها وأنت عارفها وغيرنا عارفينها، بأن من هم أصحاب الحفلات هذولا؟ هم طبعا مسؤولين بوزارة الداخلية، وهم مسؤولين بوزارة الإعلام، هم مسؤولين بحد ذاتهم، فكيف يستطيعون منع الحفلات وهم أصلا أصحاب الحفلات؟ هم أصلا عند تأجيل العطلة من الثلاثاء إلى ترحيلها رفضوا. ليش؟ لأن هذا يومهم، هذا هو يومهم، ما يقدروا يستطيعون لأن هم المسؤولين، هم الفاسدين. بس ما نقدر أخ نواف، عفوا أخ نواف، ما نقدر نعمم، ما نقدر نحكم أنه كل المسؤولين عن الحفلات هم الأغلبية المسؤولين، أغلبية. يمكن هذه إحصائية عندك لكن أنا ما أقرها، أنا أقول قد يكون بعض المسؤولين في كل وزارات الدولة سواء الداخلية، الإعلام، الصحة، التربية، هم المواطنين في النهاية، هم الشعب في النهاية، قد يكون بعضهم لا علاقة في هذه الحفلات. طيب شيخ نبيل، الحين أتوقع من هو ليس بالخمور من الخارج، يعني أتوقع يعني مهني بالداخلية أو وكيل عريف أو كذا، طبعا لازم يكون قيادي، يعني هو اللي يجلب الخمور من برا، لازم يكون هو ذا مسؤولية عالية. شنو برايك الحل اذا؟ شنو برايك الحل اخ نواف عشان اختصار الوقت؟ شنو برايك الحل؟ الحل طال عمرك تغيير زمره الفساد المسؤولين هذولا، نعرف انا الفاسد وعرف الخلوق، انا ما اعرف ولكن نعرف الفاسدين هذولا، نراقب المسؤولين ولا نراقب الشغل، نراقب من هم المسؤولين، من هم اصحاب الحفلات، هذا هو الحل. واضح واضح الحل، واضح الحل اخ نواف، انت وضعت ايدك على جرح وحطيت الحل، وهذا رايك ونحترم اراء الجميع. احنا معنا اتصال ثاني. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا اختي.
سمحتي شيخ، قريت أتكلم عن اللي قاعد يصير برأس السنة. نعم. المطاعم. باختصار أختي حالي، حاولي تستعيلين في الحكي. إن شاء الله. الساعة 12 تلقى المطعم تتسكر الليتات وتتكسر كل المواعين، يكسرونهم الناس وحتى راعي المطعم ممكن يكسر المواعين معك. يكسرون المواعين؟ اي، واذا رحت بيوم عادي كسرت صحن يدفعك فلوسه. عفوا عفوا، يعني هذا تقليد يعني ولا هذا شنو يعني؟ شنو معنى راس السنه يسكر الليت يقول لك هابي نيو يير ويصبوننا؟ يكسرون المواعين على رؤوس بعضهم ولا على الارض يعني ولا على؟ لا لا، يكسرون المواعين كذي ويصير فوضى. يظهر هذه نوع من السكره ولا نوع من النشوه ولا نوع من لا كذي متعه الناس كلهم. متعه بتكسير الصحون. اي نعم. والله متعه غريبه صراحه، انا ما مرت علي. لكن عفوا، تقولين اطفاء الاضواء عندنا في مطاعم هنا؟ اي مطاعم كبيره. اشكرك اختي، شكرا جزيلا. معنا اتصال ثاني. الو الو الو. نعم، يظهر الاتصال المواصل. الو الو الو. نعم، تفضل اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام. انت على الهواء، حاول تستعجل في الكلام. ان شاء الله. شيخ نبيل، انا ابو محمد. حياك الله ابو محمد من الكويت. تفضل. الله تعب علي من شغل الحفلات ولله الحمد. نعم. فانا احب انوه حق وزاره الداخليه بأن في عمارة كاملة من الدور الأرضي للدور 13 كلها حفلات. أي منطقة؟ هذه منطقة الشعب. في منطقة الشعب، نعم. وبالتحديد يم مطعم مشهور. لا تذكر الاسم؟ أي. طيب. وعندك المخيمات طبعاً صراحة في نقطة أمنية محطوطة. عفواً أخوي أبو محمد، ممكن تبين لنا في ليلة رأس السنة هل في أشياء تحصل غير عن الليالي الثانية في السنة؟ ليلة رأس السنة الميلادية. هذه ليلة ثانية. شلون؟ شنو يصير فيها تقريبا؟ يعني أنا كنت من صاحب الشغلات هذه وعارف شنو يصير فيها. والله يا شيخ نبي، يعني كلمة مسلمين هذه بعيدة عنهم اللي يسوون. مثل شنو؟ في خمور؟ خمور بأنواعها. بنات بأعمار يعني ما تتصورها، من 12 سنة لغاية 50 سنة بعد حفظ الحريم. طيب البنات هذول يجون بأجرة صح ولا لا؟ بفلوس؟ في منهم يجون بأجرة، في منهم يجون ببلاش. طيب عفوا، ما يخافون أصحاب الحفلات هذيل من مداهمة مباحث الآداب ولا وزارة الداخلية؟ ما يخافون؟ والله يا شيخ، لأن في منهم مباحث قاعدين معاهم. مشاركين؟ مشاركين نفسهم. والله يبقى أيضا رأيك، لكن يظهر كل اتصال قاعد يوجه اللوم إلى وزارة الداخلية. أشكرك أبو محمد أيضا، شكرا جزيلا. معانا اتصالات ولا نكمل الحلقة؟ طبعا احنا ما نبي نعمم، يمكن احنا في الكويت من افضل الاوضاع العربيه يمكن حالا، يعني الحمد لله ما تشوف اي اعلان لمغنيه عندنا بالكويت، وين حصل فهو في السر. لكن في بعض الدول العربيه اعلانات بالتلفزيون، بالفضائيات، بالشوارع، في كل مكان. الان في بعض الدول يمكن لو تروح تدور فندق ما تحصل فندق، الفنادق امتلأت، تذاكر بيعت، خلصوا من كل هذه الأمور. إحنا الحمد لله وضعنا أحسن، لكن إحنا في هذا البرنامج لن نكتفي بأن وضعنا أحسن من غيرنا، لا، سوف نتكلم ونتكلم ونتكلم بكل صراحة حتى نقضي بإذن الله على كل مظاهر الفساد، كل الأخطاء في المجتمعات، سواء عندنا في الكويت أو بالخليج العربي أو بالدول العربية. في ليلة رأس السنة الميلادية يجب على وزارة الداخلية، وأنا أوجه رسالة شكر لها، لأني أعرف بقرب الإصلاح الذي قاعد يحصل فيها الآن خلال تولي الوزير الجديد لهذه الوزارة، أشكرهم شكرا جزيلا. لكن أريد استنفار كامل، كل مخيم مشبوه من الآن، كل شاليه مشبوه من الآن. يفترض الأخ اللي ذكر عمارة في الشعب، أنا عندي معلومات عن عمارات في السالمية، عمارات في الجابرية، عمارات بحولي، عمارات بالمنقف، في أبو حليفة، في الفروانية، في الجابرية، في مهبولة، في الرقعي، في مناطق كثيرة في الكويت عندنا. صح أن وزارة الداخلية أعدادها محدودة، لكن من الآن نجتهد، نسوي استنفار تلك الليلة، نداهم أي مكان. صدقوني دعوات الناس كلها وراكم، الناس راح يدعون لكم بالخير وبالثبات، ومن أرضى الله بسخط الناس راح تسمعون مقالات تتهمكم بالتطرف. مثل أحد أعضاء مجلس الأمة في سنة من السنوات ولا زال عضو محترم إلى اليوم، لما منعوا حفلات الرقص والعري في الكويت قال بملء الفم يبون يحولون الدولة طالبان جديدة.
يعني ما يصير يا طالبان يا عري، ما في شيء اسمه عندك توازن ووسط، يعني يا إما نقتل الناس ولا نفسخ الناس. يا أخي ما في شيء اسمه أخلاق عندك، ما في شيء اسمه حياء، إذا ما عندك دين كيفك، لكن في شيء اسمه عيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. مو بس وزارة الداخلية، الإعلام لها دور، فضائيات والتلفزيونات لها دور، أين دور الأسر؟ يعني أب ما يدري عن بناته وين رايحين في ليلة رأس السنة، هذا شو صاير أب؟ أم ما تدري عن بناته وعيالها وين رايحين في ليلة رأس السنة الميلادية، هذا شو صاير أب؟ هذا شو صاير أم؟ هذا شو صايرين أسر للأسف؟ يا جماعة تجيبون عيال وترمونهم في الشوارع ويسهرون تلك الليلة وما تدرون عنهم إلا ثاني يوم، سكارى وعربدوا فعلوا ما فعلوا، بعدين تقولون الدولة ضيعت عيالنا، أنت اللي ضيعت عيالك وأنفسكم وأهليكم نارا. ديروا بالكم على عيالكم، ليلة رأس السنة الميلادية أنا ما أزعم أننا سنقضي على كل مظاهر الفساد، لكن أعلم أن هناك رجال في البلد في الداخلية ومجلس الأمة وبعض الجهات المسؤولة سوف يكونون بإذن الله بالمرصاد. وليعلم كل من تسول له نفسه بأن يفعل ما يفعل في هذه الليلة، ليتق الله أولا، ثم ليعلم أن هناك من يترصد له، وليتق الله كل صاحب حفلة، لأن كل فلس حرام تدخله سوف يرديك إلى جهنم، وأيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، فلنتق الله عز وجل. انتهت الحلقة، الحفلات رأس السنة الميلادية، موعدنا وإياكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل في نفس الوقت على نفس هذه القناة والتلفزيون في برنامجكم بكل صراحة، استودعكم الله والسلام.